شال حسين بحلة من المدينة وقايد هل ضعن حامي الضعينة ظلت على أحباب الدير عينه وهو ينحب وهم ظلوا ينحبوا صد حسين شاف بين هالناس حرمة هواي تبجو وتلطم الراس سأل عنها أثار المرم عباس وجف الضعن قالوا لا تسيروا أبو السجاد ويلي نزليها ما هم الرب تويحن عليها حبها براسها وحبها بديها ودعها الحنين ورد للضعون منو اجى بعد الحسين يقول ويلي ونزلوا الشبان لمهوم شافتهم الحرة وتلقدوا حقها تريد تشبع شوف منهم صاحت يا هلا بعقل والعيون اخواني ام البنين تحب انه ننعالها على اولادها مثل ما نقرا على ابو فاضل نقرا على اخوان ابو فاضل يقول والتم وعلمهم خوش لما تشبق هذا والثاني تشم تعشمه يا بعد اهلي يا يمه اوصيكم وصيه ومش تنسوا قولي يا يمه قالت يا لولا درد اوصيكم وصيه بالحسين بن حامل حميه ما هو لي عيد وعز يزم الزكية عنا بكل جهد كم لا تقصرون يا يوم والله من شافتهم عباس يردون ويا ضعن هاشم يروحون صاحت وهل الدمع العيون يا الأولاد أردري أريد أنكم تسمعون بحسين أخيكم لا تقطعون من اللي سمعها يقول أبو فاضل سمعها توصي بحسين ظل يصفج بأيده وسالت العين يقل لها يا يما لا توصين ولابد عن فعلت ما تسمعون وطلع الضعن وظلت أم البنين الثاني يا يوم تجيها الأخبار إش وقت يرجعون عليها أحباها إش وقت يرجعون عليها أعزاها ظلت تنتظر إلى أن جاء ذاك الناعي ينعى الحسين صلوات الله عليه ابن حذلة شو تنادي يا أهل يثرب لا مقام لكم بها قتل الحسين فأدمعي مدرار الرئيس الجسم منه بكربلاء مضرج والرأس منه على القناة يدار من اللي طلع؟ طلعت أم البنين من صوت الناعب حزين وعليب ونينة وقالهم بعد ما ظل جعيد يا أهل المدينة حسين جثة بلا يا راس القاطعين والراد ليكم بس عليل ويا نساوي يقول الحرة سمعت صيحته وهمت رجله حست الصايح جايب اخبار من اهلها والله وقفت قبالت ناشدة والهم كتلها والصيح ما عندك خبر عن قرة العين قالهم منو هذه اللي تسألني أنا أقول قتل الحسين وهي تسألني ينشد الوادم هالمرة يا أهل غريبة قالوا لها يم البنين أم المصيبة
والله يا مية تتنطر خبر منهم تجيبه واحتار يبدب يا خبر ويسالف مني. قال اخفف عليها المصاب ما افاجئها بالمصيبة. والله عثمان قالها وجعفر وعبد الله موت، قالت لياه اللي يفتدي لو ما اخوته. عباس راح وبعد ما سمعي صوته احنا تظهرها ونادي تخبرني بعزيه. قالها الخبر، قال هي يا الخبر يا جعلت شن تدري اين لازيه. والله ظل الحسين بكربل على القاع نايم. والله يمي بنيين وحرقة وخيم الفواطي. والله وراس الحسين ويا الضعن فر الدواوي. يقول ظلت تنتجي ترتجي ها لما اجت ذيك العائلة. الله أكبر. ومولاتي زينب لقد خزينا من كثرة النظر إلينا. خلت ذيك الجارية قالت لها مو تخلين وحدة تدخل علينا إلا تكون فاقدة عزيز فاقدة غالي. يقول بالأثناء وإذا بالباب تطرق. يقول خرجت الجارية قالت لها مولاتي ما تقبل امرأة تدخل علينا. قالت لا روحي قل لزينب هاي الحكاية وهي تخليني أدخل. قالت شو قل لي لا؟ قالت قل لي إلا قل لي إلا قل لي لا معباس على الباب جد بجو تنوح الفقد العباب. زينب ما إن سمعت صاحت يا الفواطم فكن الباب وتلقن شريجتنا في الوصال. والله ما يم البنيين ونسل الاطياب والراحة لاجبول اربع عزاء. يقول دخلت تنظر بين النساء وصلت فاتت يم زينب ما سلمت عليها ما عرفته. يا شاعر ليش أم البنين ما عرفت أم البنين؟ يقول تعدت أم عباس يم زينب ترى وترشد النزوان يا المرأة. والله المرأة يعني زينب كثر متغيرة متغيرة. يقول أم البنين وزينب زينب هي التي بدأت بالحديث مع أم البنين. قالت لها يا أم البنين أريد أعتذر منك يا يما أبو فاضل سمع سكينة رقية الأطفال ينادون العطش العطش راح يجيب الماي وما رجع يا يما. أريد أعتذر لك يا أم البنين يما العذر منك يا يما والسموحة لشان سيال ما واحد يلوح يما ما واحد يلوح يما لجل سكنة وعطشة فالدروح. لو النعلية كل عمري ونوحة. زينب لا تعتذري يما أهم شي راضين عنه وليدي يما وإن كان ما راضين عنا بارك الله بكم أشوف إيديكم أونتكم لأم البنين. ها يما وإن كان ما راضين عنا ايه ايه هلا بهالونة يا يما عنا انا لروح الكربلة وعاد بنا يما وعاد بنا وحرم حليب الرضاع منا آه
بيت الختام يقول أم البني باوعت بالبنات الزغار الكبار، ثم التفتت إلى زينب يا زينب يا برقي ما شفت أخاف ويا البنات وما عرفت. يما العليلة 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 دوم ترشدني على خده تقل عايا والله زينب بدمعة جاوبت بالشام يا يما عفت. لا تدعوني ويك أم البنين تذكريني باليوث العريب.